خاصة اسماعيل العلوي رئيس مركز القاعة المغطاة الدارسة. نعلم جميعا الظروف التي يمر فيها الامتحان هي ظروف استثنائية بسبب جائحة كوفيد 19، ولذلك فقد تم اتخاذ جميع الاحتياطات الاحترازية بناء على المراسلات الوزارية، وقد تم اتخاذ تدابير من قبيل التعقيم، النظافة، بطبيعة الحال كذلك هناك تدابير تربوية. والحمد لله اليوم الأول يمر في أجواء وفي ظروف عادية بعدما تم تعقيم القاعة وتعقيم الطاولات وتعقيم جميع مرافق القاعة، وكذلك تم توزيع الكمامات وتوزيع الأقنعة على جميع المتدخلين في العملية في عملية الامتحان. الآن الحمد لله الأجواء تمر في ظروف عادية. عدد المترشحين هو 130 مترشح. لحد الساعة ما كاين، ليس هناك أي حالة لا غياب ولا حالة غش. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ صالح عباس، عن لجان المراقبة ديال الإجراء ديال هذه الامتحانات هذه، كما يعلم الجميع تمر هذه الامتحانات في جو في ظروف استثنائية، ومنذ العشية إجراء هذه الامتحانات هذه تجندت كل الأطقم وكل الإطارات ديال على مستوى، سواء على المستوى الجهوي أو على مستوى المديرية الإقليمية أو على المستوى ديال المؤسسات التعليمية. احنا بهذه المناسبه غادي نتحدث على الجانب اللي كيخص اللجان ديال المراقبه، لجان اجراء الامتحانات. كما قلت الحمد لله هذه الامتحانات راها سبقات في لو 1 ديال الدول ديال الاحرار، وسبقات ديال الشعب الادبيه، مرت في جو جيد، مريح، منتظم، محترم الضوابط القانونيه. اذا عشيه كل امتحان كنعرفوا كيكون اجتماع ديال كيجمعوا الساده رؤساء المراكز الاستاذات والاساتذه باش كيحثوهم على التزام الضوابط ديال الاجراءات اللي كتنظم هاد العمليه الكبرى اللي كل سنه كما نعلم كتمر. ان شاء الله هذا العام غتمر بنجاح. كما كنلاحظوا هذا العام كان حالات استثنائيه، الناس خصات قاعات كبرى باش يتحترم الجو ديال التباعد، والعمليه فعلا كانت ناجحه. الامتحان مر بواحد النظام والهدوء واحترام الضوابط، وكنحاولوا ما امكن نوفروا لهاد المرشحات والمرشحين واحد الجو من الهدوء والسكوت حتى يركزوا مزيان، وتكون النتائج ان شاء الله الحمد لله نتائج ساره. نتمنى التوفيق للجميع. بهذه المناسبه اود ان اشير الى ان بالنسبه للجان المراقبه الوزاره خصت دليل ديال الاجراء اللي فيه نص فيه على الاجراءات التي ينبغي على الاستاذات والاساتذه اللي مكلفين بعمليه الاجراء والمراقبه والحراسه في هذه الامتحانات ان يتبعوها، يحترموها، وكتعطى تعليمات في الجماع اللي كيكون عشيه هذه الامتحانات. من بين هذه الاجراءات ملي كنولجوا القاعه الامتحان ولا هذا شنو خصو يدار، وحنا غاديين حتى كيتسالى الامتحان عندنا نقاط التعليمات خصنا نتبعوها، ما كنديروش ذاك الحراسه غير من دايسين راسنا. عندنا ضوابط في دليل ديال الحراسه واحد مطويه فيها 6 الصفحات. في هذا الجانب كنهضروا على بالنسبه لضبط الغش في بعض الحالات اللي كيكون، اما الحمد لله راه المسائل غالبا كتكون في واحد الجو هادئ وجو منتظم. هذه العمليه هي باش نود ان اشير الى ان حنا عندنا تعليمات في هذا ان هذه الوسائل ديال التواصل هذا ممنوع تكون. ما حنا بالنسبه لنا في الدليل مشغله غير مشغله ما كيهمناش. حنا عندنا في اللافتات معلقين في البيبان ديال المراكز وفي داخل البهو ديال المراكز ديال هذه الامتحانات تشير انه يمنع منعا كليا احضار الهاتف المحمول او اي وسيله من وسائل ديال الاتصال. وباش ما حتى لا اطيل كنحاولوا حنا الهدف ديالنا والتعليمات اللي معطينا ان يمر الامتحان في واحد الجود الهدوء كما ترون جود الهدوء نوفروا لهاد الفلدس الاكباد ديالنا لهاد الوداس ديالنا اللي حنا كنبغيوهم ان شاء الله تكون النتائج ديالهم ساره وتكون هذا خدمه لمصلحه هذا الوطن. وتحيه للجميع المتتبعين والسلام عليكم ورحمه الله. عزيز سليماني عضو كتابه الامتحان في اطار هذا الاستحقاق الوطني الامتحانات ديال 2020 الدوره العاديه ورغم ظروف الجائحه ديال كوفيد 19 تم اتخاذ التدابير الاحترازيه من تعقيم وتنظيف وتوفير جميع المستلزمات الوقائيه لتمر ظروف الامتحان في اجواء عاديه وجميع المتدخلين في هذا الاجراء واعون بالمسؤوليه الملقاة على عاتقهم ويقومون بعملهم في احسن الظروف لانجاح هذه المحطه والتحدي الظروف اللي قلنا ظروف الجائحه. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طارق الدوخ استاذ ماده الفلسفه بثانويه طارق بن زياد التاهيليه. كيف ما كتعرفوا ان اليوم كاينه الاستمراريه ديال اجتياز امتحانات البكالوريا في ظل الحاله الوبائيه اللي كيعرفها البلاد ديالنا، وتم اتخاذ جميع الاجراءات الوقائيه من خلال ارتداء الكمامات او الواقيات وكذلك ديال الطرق ديال النظافه. اضف الى ذلك ان المترشحين قد اجتازوا هذه المرحلة في ظروف عادية وممتازة ولم يتم ضبط أي حالة غش داخل هذا المركز. وشكرا لكم.